مهاراتية ستنتعش بعد كورونا إن شاء الله بإذن الله تعالى. مرتدة سريعة هنا السرعة من جواو بيدرو، راح بيدرو، هذه خطيرة، جول الله، بداية سريعة يابانية عندها الحلول. نعم، لاعب إمكانياته جميلة جدا سهير المنصوري، يأتي الآن بعرضية والكرة، الله الله، جواو بيدرو مرة الأولى في تاريخه، هذه كرة بتصل استلام بشكل رائع، محاولة مصلحة الظفر، عرضية، الكرة والتعادل، جواو بيدرو والتعادل لمصلحة الظفرة، جواو بيدرو يعيد الظفرة للمباراة ويسجل التعادل في الدقائق العشر الأولى على بداية الشوط الثاني. مدينة لا شك أنهم أعلام وهم أقرب، وعندنا كرة خطيرة، الله الله، مبادرات جميلة في الظفرة، وعندنا محاولة موجودة لمصلحة الظفرة في منطقة الله الله، هذا كثير يا جواو بيدرو، ما على تنفيذ الخطأ الظفراوي القادم، يتقدم خالد على كرة عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة بتمر أمام المرمى، جول ثاني الظفرة، هدف يسجل جواو بيدرو لخطورة الموقف، فرناندو جاردال، جول جول فعلها فارس الظفرة، تأخر بهدفين، طرد القائد الفريق فهد سبيل، لكن عاد من كرة ثابتة ويبحث أيضا عن التعادل، جواو بيدرو، الله، بنو جابها يمنى جميلة، لفت الوسط العرضية بقى زي بتاعت محمود قاسم، خطيرة، ممكن تعادل، ممكن تعادل، بقول لك تعادل، هو الصفرة، جواو سانتوس، الجواو سانتوس يا جماعة، بقول لك الزفرة فرقت، جواو سانتوس يلعب، جواو ركض الجزاء للزفرة، فرصة هدف تاني، جول يا ولد يا ولد، جول تاني للزفرة، الأسهل تفكير رازوفيتش أن يدفع بالسهيل من أجل المرتدات، الآن محاولة عن طريق البرازيلي، يتقدم جواو بيدرو، الله 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 الله، الكرة ترجع لمصلحة مسعود سليمان، الضفرة ممتازة من مسعود، لكن شوتاني قراءة سليمة، الكرة بالخطأ بالخطأ، يا سلام، جواو هدف ظفراوي جميل، التسديد، لكن ايضا هناك تغطية من جانب دفاع فريق الاتحاد، كرة تسير روزوفيل، لعب الخطير الهولندي، يلعب الكرة عرضية، لوفانور تحول ضربة مرمى لصالح الظفرة، ضربة مرمى لصالح الظفرة، كرة أمامية الآن لجواو بيدرو، جول في المرمى،